دائما كما أسلفنا أن المعارض فرصة حقيقية لتلاقي رأس المال، تلاقي المستثمرين. هناك عارضين عم يظهروا مواد أولية منتجة هي عبارة عن مدخلات لعارضين آخرين، فسهولة التواصل مع المنتج والمستهلك للمادة الأولية هذا يعني بيأمن حالة من الرضا والاستقرار وفتح قنوات جديدة لمصادر المواد الأولية، وبالتالي يسهم بشكل أو بآخر بتخفيض تكلفة المنتج النهائي، باعتبار أنه متعدد المصادر بيعطيك خيارات أوسع لحتى تكون تكلفتك أقل وبالتالي إمكانية المنافسة في الأسواق أكبر. الجودة والهاي كواليتي شفناها يعني في حرص شديد على أن تكون موازية للمواصفات العالمية بكل أنحاء العالم، والدليل على ذلك تواجد هذه السلع في كثير من البلدان كما شاهدت وكما سمعت من العارضين. بضائع موجودة بدبي، بضائع موجودة بالدول الجوار، هذا دليل على ثقة المستهلك بالمنتج السوري، وهذا شعار كثير مهم نحافظ عليه، ميد إن سوريا، اللي هو فعلا يعني عنوان نهوضنا الصناعي والحفاظ على أرسنا القديم بهذا المجال. أهلا وسهلا فيكم قناة LTV الغالية على قلوبنا. نحن اليوم بالدورة الثالثة اللي هي المعرض السوري الدولي للصناعات الكيميائية كيم إكسبو، اللي نشهد بمشاركات دولية بمشاركة أكثر من 70 شركة متخصصة بالصناعات الكيميائية، ابتداء من المادة الأولية للمنتج النهائي بكافة أصنافه بالإضافة لخطوط الإنتاج، اللي نشهد اليوم بتفاعل ابتداء من الساعات الأولى لإعلان افتتاحه هذا الكم الكبير من الزوار والمتابعين والمهتمين، اللي بالفعل يثلي صدور كل السوريين الغيورين، كل الصناعيين اللي كانوا وما زالوا حريصين على استمرار الصناعة السورية. جدا سعيدين بهذه الرسالة اللي عم يوصلها هذا المعرض من خلال صناعيه لكل العالم أنه في سوريا ما يستحق الحياة. بل أول خليني أسمي المعارض التخصصية هي حملات علاقات عامة وليست حملات إعلانية، وبالتالي اليوم نحن كل صناعي وكل تاجر بحاجة لهذه العلاقات العامة، بحاجة لبناء علاقات مع التجار كصناعيين، بحاجة لبناء علاقات مع التجار إن كانوا من داخل أو خارج سوريا، بحاجة للاجتماعات اللي نحن عم نشتغل عليها بهذا المعرض، هي الاجتماعات البي تو بي. المعرض لها دور كبير بالتشبيك بين الداخل والخارج، بين المستهلك النهائي والمنتج. لهذا السبب كلياتنا حريصين على استمرارها وأخذ دورها بفاعلية ببلدنا سوريا. هلأ بصراحة فعلا مشهداني يعني دائما عم يضيف لكل معرض قيمة مضافة لصناعتنا، وصناعتنا لازم تكون كمان مثل ما اللي شايف. يعني أنا تفاجأت بصراحة، يعني فعلا في شيء جديد وغير متوقع، يعني في صناعات كيميائية مهمة بسوريا وهي أحد يعني هي أحد أساسيات كتير صناعات بسوريا، وهذا شيء مهم مثل ما حكى معاون السيد الوزير إنه نحن البتروكيماويات ضروري جدا إن شاء الله نطورها، وأنا متفائل وكلياتنا متفائلين طبعا مثل ما قال السيد الرئيس الأمل بالعمل، ونحن إن شاء الله مكملين بهذا الشيء، وألف مبروك للجميع ولكل المشاركين ولمجموعة مشهداني بالخصوص، وشكرا كمان لمعالي السيد الوزير الصناعة، فعلا كان حضور لافت، شكرا لكم. احنا مشاركين اليوم بمعرض كيم إكسبو، في عنا قسم لمستحضرات تجميل، في عنا قسم للبيولوجيا محنطات، وفي عنا بوسترات بتحكي عن زيوت التزليق والصناعات الكيميائية. مشاركة مشاركة نسيج يدوي بشاكين مناشف فرانس، مشاركة انه مشان العالم تتعرف على المهنة، تعرف عن المهنة لسه انه لسه يعني ما ماتت، لساتها موجودة. حتى لو ما صار عندي بيع، العالم انه تتعرف عن المهنة، العالم يعني بصفي بتقلي ايه اعطيني رقمك ممكن يتواصلوا معي يطلبوا طلبية يطلبوا شغلة،
أو يجوا عندي على حما. وشارك بهذا المعرض عرض المنتج عن سماد عضوي فيرمي كومبوتيد. هذا السماد دخل في عدة محاور، منها المحاور الزراعية، محاور كيمياء، محاور صناعية، محاور البيئية. إنه هاي السماد العضوي هي عبارة عن تغذية دود على النفايات العضوية المتحللة، وبتعالجها داخل أمعائها وتطرح من فتحة جسمها نهاية جسمها مخلفة. هذه المخلفات الديدان تستخدم كسماد عضوي في تخصيب التربة وفي تنقيتها، بإضافة إلى في مجال مكافحة الحيوية ضد الأمراض والآفات، بإضافة إلى أن هذا النوع من الديدان تدخل في مستخلصات عضوية، منها المستخلص أنه نأخذ هاي الدود من جفوفها ونطحنها وتدخل في صناعة العلف للحيوانات لغناها بالنسبة عالية من البروتين، بإضافة إلى صناعة أدوية البشرية والعقار الطبي في علاج أمراض سرطانية. هذا النوع من السماد هو كتير مفيد جدا للبيئة لأنه محفز حيوي وصديق للبيئة، بإضافة إلى أنها تعالج مشكلة التلوث البيئي وإله مجالات كيميائية متعددة. شاركنا بالمعرض، كان معرض متخصص بالصناعات الكيميائية مشان التواصل بيننا وبين الشركات المصنعة، يعني بيشوف المنتجات الجديدة اللي عنا وبيطلعوا عليها، ونحن نتعرف على الشركات اللي عم تطلع جديد، بصير في بياناتنا تواصل، بصير في بياناتنا تبادل بالرأي، وحاطين خط جديد للتعبئة كامل تقريبا. الحقيقة هذا اليوم بالنسبة لنا كتير مهم، لأنه هذا المعرض الدولي بيصير بتعرفي فيه تبادل ثقافات، يعني في كتير من الدول اللي احنا بتعنينا الدول الصديقة والعربية مشان نتبادل الخبرات، نعطيهم خبرات وبناخذ منهم خبرات. حبينا نمثل بلدنا بما يخص الفنون الحرفية اليدوية التراثية بكتير من الحرف، بالنسبة ما يخص النحاسيات وفنون الليزر، وفي عنا موضوع تنجيد أحياء البروكار، وهي القصص كمان اللي احنا بنكبر فيها. عنا ما يقارب 35 حرفة يدوية، بدنا نوصل رسالتنا للعالم انه تعالوا شوفوا هاي الحرف الفنية البديعة، انه ما زالوا شيوخ الكار عم يساعدوا ويساهموا ويعلموا بحضن الدمر على هاي الحرف، لانه كتير من الدول بيحبوا هاي الحرف اليدوية تبعنا، وبتلاحظي بالقصور بالمؤتمرات بالقاعات بالسفارات في شيء من روح التراث السوري المعاصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد من أن أتقدم بجزيل الشكر للشركة المنظمة لهذا المعرض
معرض كيم اكسبو، المعرض الثالث لهذه الصناعة، والذي فعلا كان ما يسد الصدر فيه ما شاهدناه من تطور في بعض المنتجات وبعض الصناعات الجديدة، وكذلك الاتجاه باتجاه الطبيعة، بحيث انه نكون نخلق قيم مضافة من منتجات محلية، والهاند ميد اللي كان فعلا مميز لهذا المعرض. وجود اكثر من 70 شركة مساهمة في هذا المعرض هو مؤشر ايجابي على التعافي وعلى إعادة القلق للصناعة السورية، وإن شاء الله بداية لمرحلة متطورة في هذا المجال. الشركات المشاركة في منها شركات من دول الجوار، شركات أشقائنا العرب، بعض الدول الصديقة، كان فعلا يعطي انطباع أو يعني إضافة حقيقية لهذا المعرض من خلال تواجد منتجات قد تكون لأول مرة نشاهدها في السوق السوري. نسعى ونتمنى ونعمل لتوطين بعضها، وكنا نأمل أن يكون هناك تواجد لصناعات البتروكيماوية ويكون في بوادر لإنتاج محلي، لما نظرا لما تعانيه الدولة من نقص في هذه التوريدات نتيجة الحصار الجائر على بلدنا سوريا. كل التحية وكل الشكر للفريق المنظم لهذا المعرض، ونتمنى لكل المشاركين النجاح والتوفيق، وأن يكون فرصة للانطلاق بقطاع الصناعات الكيماوية إلى مزيد من التقدم والنجاح. نحن جاهزين إذا في أي تساؤل من زملائنا أو بتحبوا نسمع. خليه غير بداية بالنسبة لسؤالك الأول، دائما العامل الأمني عامل مهم في التواجد الصناعي في موقع عمله. مجرد ما حصل أو يعني حس بمخاطرة أو عدم السلام الأمني كان يتجه إلى مناطق الداخل أو مناطق السكنية، بحيث أنه يحافظ على شيء من صناعته. ومثالنا حي، نحن كشركة عامة تمكن تمكو دمرت دمارا شاملا وانتقلت الى مكان قد يكون مكان سكني بامتياز، وتطورت بشكل سريع ونهضت لدرجه يعني انه هلا لاحظنا بالمعرض اكثر من 67 صنف عاد للسوق وبقوه وبمواصفات قياسيه وجودي عالي. بالنسبه للقطاع الصناعي الخاص، ما في شك انه كان في تضرر كبير، كان في استهداف ممنهج لهذا القطاع، لأنه كان سوريا فعلا يعني ناهضة باتجاه تطور ونهضة صناعية حقيقية، وكانت بتشكل خطر على الأسواق المجاورة نتيجة جودة المنتج السوري بالدرجة الأولى وتنافسيته العالية من حيث التكلفة والأسعار. معظم الصناعيين اللي هاجروا أماكن وجودهم كصناعيين لاحظناهم بالفترة الأخيرة عادوا إلى مناطق عملهم، المدن الصناعية عادت بالنهوض من جديد. الدولة لا تدخر أي جهد، كل القرارات الحكومية تساهم في عودة الصناعي واستقراره وتحقيق الأمن والأمان في مكان
إقامة هذه المنشآت. أما الشق المتعلق بموضوع المدن والمناطق الصناعية، نحن حالياً عندنا 4 مدن صناعية، 3 منها عاملة وواحدة خارج السيطرة. في عندنا منطقة صناعية بأم الزيتون بالسويدة، منطقة تأتي بالدرجة الخامسة من حيث المساحة. هناك تصور لدى وزارة الإدارة المحلية قديم وليس جديدا لإقامة أكثر من 127 بعتقد منطقة صناعية في مختلف أو على كامل المساحة الجغرافية السورية. كثير من هذه المناطق قد أحدثت بمراسيم وأصبحت الآن في مرحلة متقدمة من إنجاز البنى التحتية، والبعض منها أصبح عبارة عن حاضنة لصناعات حقيقية. الأمل معهود على أن تكون هذه المدن والمناطق الصناعية هي نواة لنهضة صناعية حقيقية، وهي تحقق حالة من التنمية المستدامة والمتوازنة في كافة المناطق السورية. ما لاحظته من خلال الجولة على الأجنحة كاملة، هناك في إرادة حقيقية للتطور، هناك سعي حقيقي للتطور. دائما الصناعة يعني تواكب التكنولوجيا. لاحظنا صناعة خطوط إنتاج بأيادي محلية، وهذا مبشر حقيقي على إمكانية العودة السريعة لنكون بالمستوى المعهود، ولنعزز حقيقة شعار صنع في سوريا الذي نعتز فيه. ومن خلال جولتنا زرنا بعض الشركات القطاع العام، وكان في يعني ملاحظه من بعض الزملاء انه يعني ست البيت بتطلب هالصنف تحديدا لانه شغل حكومي او قطاع حكومي، لكن هذا لا يعني اطلاقا ان نقلل من شان القطاع الخاص الذي نهض وبسرعه وكان ينافس المنتجات العالميه وحقق تواجد حقيقي في السوق المحلي والاسواق الخارجيه. وممكن يكون من خلال مرونته بالتعامل انه في له ببعض المجالات قفزات نوعيه، نسعى لان تكون على مستوى المنطقه والعالم ان شاء الله. للبيئة السياسية المحيطة وللوضع السياسي المحيط أثر مباشر على واقع الصناعي والاقتصادي، لكن بالنسبة لقطاع الصناعة تحديدا آثاره لن تظهر بشكل سريع، لأن معلومكم دائما المشروع الصناعي مشروع بيأخذ يعني فترة زمنية طويلة حتى يظهر للعيان ويباشر، وحتى بعد ما يباشر بده يثبت جدارته وموجودته بالسوق. لكن تطور العلاقات مع دول الجوار، عودة سوريا للجامعة العربية حكما هي عامل مساهم وعامل إيجابي في التطور، وقد يختصر علينا الكثير من الوقت في النهوض في قطاعنا الصناعي والاقتصاد بشكل عام. الله يعطيك العافية. بداية قبل الجواب على السؤال اسمحي لي أقدم بالشكر الجزيل لوزارة الصناعة اللي ما كان دورها بهذا المعرض هو فقط رعاية رسمية وافتتاح، وإنما كانت داعم حقيقي، داعم لوجستي، داعم معنوي، داعم بكل المقاييس، حتى من خلال مشاركة مؤسساتها بأجنحة ضمن هذا المعرض، من خلال المراسلات والدور اللي قامت فيه، ودعوة كل حتى المؤسسات الإعلامية للمشاركة والمساهمة بإنجاح هذه الفعالية. والشكر للسيد معاون الوزير الأستاذ أسعد وردان اللي كان حاضر معنا لمدة أكثر من ساعة للاطلاع على كافة منتجات الشركات المشاركة بهذا المعرض. بما يخص السؤال المتعلق بما يميز هذه الدورة عن الدورات السابقة هو عدة أشياء. الشيء الأول هو عدد المشاركين بهذه الدورة،
نحن بدورتنا الثانية المعرض كان عدد المشاركين لا يتجاوز 40 شركة. نحن اليوم أمام أكثر من 70 شركة مشاركة بهذا المعرض. الشيء الثاني أيضاً دولية هي الدورة من حيث المشاركات الخارجية المتمثلة بإيران، لبنان، الأردن، المشاركة لمنتجات إماراتية موجودة بهذا المعرض، بالإضافة لتنوع التخصصات. معرضنا اليوم يشمل كل القطاع الكيميائي ابتداء من المادة الأولية للمنتج النهائي، المنتجات الاستهلاكية، الاحتياجات ست البيت، المواد التجميلية، المنظفات، كل ما يحتاجه المستهلك من مواد كيميائية، بالإضافة لخطوط الإنتاج اللي يحتاجها أي صناعي اللي نشوفها نحن ونلاحظها اليوم بهذه الدورة واللي ما كانت أيضا متواجدة بالدورة السابقة. الأميز أكثر بهذه الدورة هو تواجدكم وتفاعلكم وتغطيتكم الجميلة لهذا المعرض وحرصكم على نقل كافة الأخبار ابتداء من مراحل التحضير الأولى من عدة أشهر إلى وصولنا اليوم للافتتاح الرسمي اللي شاهد فيه معرضنا أكثر من 70 شركة بالتخصصات والدول اللي تكلمنا عنهم. الإعلام شو ما حكينا يمكن ما رح نعطي الشكر جزء بسيط من دوره وجهده وتفاعله وتعاونه معنا، واللي نحن حريصين جدا بمجموعة مشهدان الدولية بوضع يدنا بيد الإعلاميين بشكل دائم ومستمر، لأنه هن لهم الدور الأكبر بتحقيق أي نجاح وبتسليط الضوء على أي منتج محلي للوصول إلى العالمية. شكرا لكم.